صباح الخير. في بلدة بيرزيت قضاء مدينة رام الله يتربع أول فندق لإيواء الحيوانات الأليفة في فلسطين. هذا الفندق بيقدم خدمات وحلول للأشخاص اللي ما بيلاقوا مكان لحيواناتهم الأليفة، سواء لما يسافروا أو لما يكون عندهم ارتباط معين. خلونا نتعرف عليه مع بعض. أنا طول عمري التعامل مع الحيوانات بعطيني هذا السلام الداخلي، البراءة اللي مش موجودة كتير عند البشر، عند معظم البشر. الحيوانات دائماً أبرأ، والتعامل معهم بكون بعطي راحة نفسية، إخلاصهم ووفائهم وحبهم لإلك ما إلى حدود. أنا عندي وجهة نظر البيت اللي ما فيش فيه حيوانات بكون ما فيش فيه حياة. يعني 3 good boy up shake تانية good boy كاسبر براندي. أنا طول عمري بالموسيقى، أنا أستاذ موسيقى، بدرس في مدارس وفي معاهد. طبعاً شغفي للموسيقى مثل شغفي للحيوانات، فطول عمري هدول الشغلتين هم الأساسيات بحياة الموسيقى والحيوانات. كنت أربي حيوانات بالبيت، وقررت فجأة يعني من شي 8 سنين شريت أرض هون في بيرزيت، فبلشت أربي حيوانات بشكل أكثر، أجيب خرفان وأجيب جاج وحصن وإلى آخره. بعدين أجتني فكرة إنه نفتح مشروع فندق للحيوانات. كنت أنا أسافر وأشوف هاي الفكرة خارج البلد، ولقيت إنه أنا حابب أعمل هاي الفكرة، والناس بالأول ما استقبلوش الفكرة، يعني نشوف فندق للحيوانات كانت فكرة غريبة للناس. مشيت في الموضوع ولقيت ترحيب كبير من معظم الناس، خصوصا طبعا مربيين الكلاب اللي هم بلاقوش مكان آمن ونظيف يخلوا حيواناتهم فيه. نحن هون اساسا فندق للحيوانات، يعني في عندنا غرف صغيره وغرف اكبر، في عندنا خدمه الان هوم ستي، يعني الكلب ممكن اللي عنده حساسيه كبيره او بحبش الكلاب التانيين ممكن ينام معي بالبيت او مع الشخص المناوب. في ممكن كمان مناطق الالعاب، مناطق العاب خارجيه ومناطق قاعات داخليه. في كمان عندنا الشوب اللي هو الدكان اللي بنبيع فيه الاساسيات من مستلزمات الحيوانات. في كمان بركه سباحه صغيره، في الجرومينج اللي هو الحلاقة والحمام. احنا بيجوا الكلاب اصحابهم بيسافروا، بيجوا بباتوا كم من يوم، اسبوع، شهر، شهرين. عدد النزلاء يعني خلينا نحكي بيكونوا حسب المواسم اكثر، يعني بالصيف بالاجازات بيكون اعداد كبيره. حب للحيوانات الأليفة كيف ما قلت لك هو حب للبراءة. فأنا بشكل عام بحياتي بحب أي شيء بريء، الأطفال بحب، عشان هيك بحب أعلم الأطفال، بحب الناس الكبار بالسن. بتحسي هدول الفئات اللي هم كتير بريئة وكتير مريح التعامل معهم، وكتير كتير بعطي راحة نفسية خدمة هدول، يعني لأنهم هم قليلين الحيلة، إن كانوا أطفال ولا كبار بالعمر ولا حيوانات، بتحسي إنه دائماً هم بحاجة لإلك، فلما تعطيهم بكون العطاء لإلهم له طعم آخر. فهذا العطاء للحيوانات بتلاقي له مقابل بكون محبة الحيوان لإلك بشكل غير متناهي. يعني حب الكلاب بشكل خاص للبني آدمين ما بتلاقيه عند أي كائن آخر. كل الشحنات العاطفية هاي اللي بتاخديها من الحيوانات مش موجودة من أي شيء تاني.
لبرنامج دنيا يا دنيا رينات خشان.